هشام، يعني السيد قرقاش قال أو قال اليوم قد نكون مجبرين على المقاربة القانونية مع قطر، لأن مرد الأزمة مع الدوحة هو انعدام الثقة ومخالفة اتفاق الرياض، وأضاف متمسكون بأن يشمل الحل مع قطر مراقبة دولية. تعتقد أن في هذه الجزئية هناك يعني في مرحلة الحل يجب أن يكون إقليميا، ثم بعد الاتفاق يجب أن يكون تحت رقابة دولية. هل ترى أن هناك يعني هذا جزء من عملية يعني التوصل إلى حل، أو جزء من إنهاء الأزمة بمعنى الوصول إلى حل إقليمي ثم الانتقال إلى مراقبة دولية؟ ألا ترى أن هذا الأمر أيضا في تدويل للأزمة التي يرفضها السيد قرقاش أو الدول الأربعة المقاطعة؟ هشام تسمعني أستاذ هشام؟ تعيد سؤالك. أنا نعم، كان عندي أقول أن أنور قرقاش اليوم قال أن قد نكون مجبرين على يعني وجود مقاربة قانونية مع قطر، لأن مرد الأزمة مع الدوحة هو انعدام ثقتنا بها ومخالفة اتفاق الرياض، وأضاف متمسكون بأن يشمل الحل مع قطر مراقبة دولية. هنا ينتقل سيد قرقاش من مسألة الحل أن يكون إقليميا إلى مراقبة دولية. هل تعتقد أن هذا جزء من انتقالية أو مرحلية الأزمة، أن تحل إقليميا ثم تنتقل إلى المسار الدولي كرقابة؟ ولا شك يعني في مناخ فقد الثقة، هذا الثقة تقريبا مفقودة يعني بين الأطراف محل النزاع يعني. فدور الرقابة الدولية كما أكد القرقاش ضروري، يعني لا يمكن أن تحدث هناك أي تسوية أو صلح بدون رقابة دولية، حتى يعني حتى تتأكد هذه الأطراف يعني المختلفة مع بعضها من أن هناك اتفاقا يعني مقبولا يسري على جميع الأطراف يعني وتلتزم بتعهداتها. فلا بد من ضامن دولي ورقابة دولية على 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 آليات تطبيق الاتفاق، يعني لا يمكن أن يحدث مثل ما حدث في 2013 أو 2014 عندما حلت الأمور بالطريقة العربية التقليدية يعني، وأن قطر ستلتزم. هذا يعني هذا المسار يعني، والقرقاش ترى بالمناسبة يعني ترى أشار لذلك عدة مرات، يعني محاولة حل الأمور بطريقة معينة خلال السنوات الماضية نعم لم يجدي نفعا الحقيقة. لكن يبدو ولم أن السيد يعني يبدو أن الدول يبدو أن الدول غير راغبة في بداية الأزمة أن يكون الحل دوليا، بمعنى تمنع تدوير الأزمة الذي تريده الدوحة، بل يجب أن يكون إقليميا ثم أن يراقب عليه، يعني أن تكون هناك أطراف دولية مشرفة وضامنة لسلوك قطر. إن كنت فهمت سؤالك، لا بد أن يكون هناك ضامن دولي لمراقبة سلوك قطر، لكن الاتفاقية نفسها صحيح أن الحل إقليمي بمعنى أن الدول التي قاطعت هي التي تضع الآليات، يعني هي التي تحدد الآليات التي يجب على قطر الالتزام بها. لكن أنا أعتقد أن الأمور الآن سابق لأوانها، يعني لم نصل إلى هذه المرحلة حتى، يعني الأطراف المتنازعة لا تتكلم مع بعض أصلا، يعني لم نصل إلى هذه المرحلة. لابد أولا أن يكون هناك استدارة، يعني تغير في الموقف القطري حتى تنطلق يعني سلسلة يعني مفاوضات واتفاقيات. يعني أنا أعتقد هذا كله سابق لأوانه، والأزمة هذه أيمن لا زالت في بدايتها. يعني إذا القطريين لم يغيروا يعني من سلوكهم تغييرا جذريا، ولا استدار الموقف القطري ولا تغير، فلن يحدث أي شيء على المسار التفاوضي. يعني أنا أظن يعني أن الدور الأوروبي والوساطة الأوروبية يعني والغربية عموما يعني ما فيها الأمريكية تظل لازالت ضعيفة، يعني لا يجب أن نتوقع أن سيكون هناك اتفاقا قريبا يعني بين هذه الدول المقاطعة وقطر. لذلك القرقاش أشار إلى أننا سنضع هذا المقاطعة قطر ستبقى، وسنلتفت المشاكل التي الأهم في المنطقة. يعني لا يعني أن استمرار مقاطعة قطر أنها حدث استثنائي ستبقى عالقة، يعني مشكلة عالقة، لا، ستقاطع قطر، ستمارس هذه الدول التي قاطعت حقها السيادي
ولن يستطيع أحد إجبارها على تغيير موقفها. وعلى الإخوة في قطر تحديد إن كانوا يرغبون في البقاء في هذا المحور الخليجي أم تغيير، يعني أم قطيعة كاملة قد تستمر إلى سنوات يعني، وليس أشهر يعني.